مش يمين على الطرب موت. أنا بضيع سنين بنسيك مش يمين على الطرب موت. وأنا بضيع سنين بنسيك سبرتها غياب المجهول وجاي من التعب هسيب أجندي روعة نسمع تشيل أحزاني نسيب يشيلني 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 في عيونك شوق كأنه البن ما عدى على الريح والرحيح والليل قدرت أقوم قادر أتحدى على الريح والرحيح والليل قدرت أقوم وقادر أتحدى ومن لجج الغرق والموت على إيديك بتتمدى يشيلني 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 كفانا أنسي وأنساها عذابات الطشيش والهم تعالي سالم الأيام تعالي من الشتات نتلوم كفانا عذابات الطشيش والهم تعالي سالم الأيام تعالي من الشتات نتلم وارمي اللي فاتنا ماضينا ما نندم يشيلني 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 على الطرب موت. أنا بضيع سنين ما نسيت سبرتها غياهب المجهول وجاي من التعب هسيت أغاني روعة نسمع تشيل أحزاني نسيت يشيلني 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 يا سلام يا سلام عليك. نحتفي عبر هذه الفقرة بهذا الإبداع السوداني المميز الخالص، ولكن للأسف الغربة أخذت مننا كل هذا الإبداع، ومن خلال هذه الفقرة سنحتفي ونحتفل بوجوده في السودان حتى وإن كانت زيارة، ولكن دائما ما نسعد بهذا الصوت المميز. فنان بقامة وطن أعطى وما زال يعطي للساحة الغنائية السودانية خارج حدود الوطن الحبيب، صاحب تجربة غنائية ومفردة لحنية شكلت منه فنانا استطاع أن يتخطى حدود سلم الإبداع بأشكاله المختلفة. اليوم سنحتفي كما ذكرت للسادة المشاهدين ونستمتع أيضا بهذا الصوت المميز، ألا وهو الفنان الكبير عادل التجاني. أهلا وسهلا ومرحبا بك، منورنا والحمد لله على السلامة. والسودان نوار، مساء الخير عليكم وأهلا وسهلا بك، وأشكركم جدا لهذه الاستضافة، وأحيي عبركم كل مشاهدي قناة النيل الأزرق، وإن شاء الله نقضي معهم وقت جميل يعني إن شاء الله. شكرا. إن شاء الله أستاذ عادل، برحب بك وبقول لك مساء الخير، مشرفنا اليوم في استوديو مساء جديد. ما حقول كم سنة لكن فترة طويلة في الدوحة، دار أشوف شنو من الحاجات اللي أنت افتقدتها بشكل كبير. والله أنا أول حاجة قعدت 25 سنة في الدوحة. أنت قلتها ولكن ما منعتني من الحضور، يعني الفترة اللي أنا قعدتها هو بمشي وبجي، بشوف أهلي وبشوف أحبابي وبشارك، وكل مرة النيل الأزرق يعني تاج على راسنا، يعني تستضيفنا وكده يعني. ما افتقدت شيء كثير في الدوحة بكل صراحة، لأن الدوحة ما بلد اغتراب، يعني الدوحة يعني دولة حميمة وناس بحبونا ونحن بنحبهم، وأيضا يعني في علاقة خاصة بين السوداني والقطري يعني بكل صراحة، يعني علاقات ممتدة وجميلة، ويحبوننا ويشاركون معنا في فعالياتنا وفي كل شيء يعني، وهم بيستفيدوا مننا ونحن برضو بنستفيد منهم ومن خبراتهم يعني. فهي يعني فترة ثرة يعني، تعرفت فيها على الكثير، سواء كان في مجال عملي يعني عملي العادي يعني في الدولة، أو من خلال علاقاتي الفنية مع الفنانين القطريين والشعراء القطريين والموسيقى، علاقات حلوة. وقطر حبلة يعني بالفنانين، يعني بتجد يعني ود الحاوي، بتلقى الأستاذ الكبير محمد آدم المنصوري، بتلقى الفنان الكبير محمد الصنّي ضفاع الله، بتجد يعني كثير جدا من الفنانين السودانيين يعني موجودين. وعندنا هناك فرقة موسيقية قوامة حوالي 17 عازف، يعني ناس مميزين وفنانين جميلين، يسر صلاح وغيره من الفنانين أيضا. فهذه هي الدوحة يعني، حاولت ألخصها لك يعني. صحيح. والفنان أستاذ عادل والمبدع بشتى مجالاته المختلفة هو سفير لدولته أينما كان، وأنتم تبذلون العطاء لتقديم الأغنية السودانية والفن السوداني في أبهى حالاته في دولة قطر. الغربة كما بتأخذ من الفنان بالمقابل طبعا في عطاء، أخذت منك شنو؟ أدتك شنو؟ والله أنا أخذت من نسي، و يعني الحمد لله استفدت من الفترة اللي أنا فيها. على الأقل الواحد قدر يعني لما أسرته وأولاده يعني عاشوا في جو كويس وحياة طيبة، وتخرجوا وعملوا كلهم في الدوحة وفي وظائف كويسة ومحترمة. وايضا يعني فقدت يعني الاهل، يعني الغياب دائما بيفقدك حاجات كثيره جدا جدا. لكن اذا من الجوانب الفنيه ما افتقدت اشياء كثيره يعني. قد يكون في الجيل او جيلين ما بيعرفوا عادل التجاني يعني ولكن الميديا الان وضعها اختلف تماما يعني، والواحد بقى يطرح اعماله من خلال الميديا بصوره جميله جدا جدا، و بقينا يعني سحرة التواصل واصلين مواصلين. نعم. طيب نحن يعني الفرصة دي دايرين نسمع أغنيات وشوية نتونس معاك، نفسي من 10 ل 10 يكون العمل الأول برضه نحن ما تكلمنا عنه. العمل الأول ده للشاعر الكبير مدني يوسف النخلي، له التحية والتقدير يا أخي. بالمناسبة العمل ده أنا أنتجته أمس، عمل جديد طلع أمس، ولأول مرة يغنى من خلال هذه الشاشة الجميلة يعني. يا سلام. وأرجو أنها تكون يعني للأستاذ مدني النخلي رجل عبيد. نعم. مدني ربطتني بعلاقة قوية جدا، وبرضه من الموضوع يعني في الدوحة. أيوة. وراجل حبيب يعني، وصديق وأخ شقيق يعني، تقدر تقول باختصار شديد. الله يسلمك يعني. وكثير من الشعراء والفنانين تعاملت معهم، ولكن لمدني يعني وقع خاص يعني حقيقة يعني. يعني اللي عمله سمعناه في الأول ده عمل جديد. أيوة اسمه موج الطرب. يا سلام. وهي من كلمات مدني النخلي وألحاني وأدائي يعني. ده الأول هسه حنسمع. نعم الغنينا أول. طيب الثاني. أما الأغنية الثانية حغني لك أغنية أنا استلمتها، يعني استلمتها وصارت أغنيتي من الملحن الكبير عمر الشاعر. نعم له التحية والتربية. ونعم، وهي من كلمات الشاعر الكبير عزمي احمد خليل. نعم. أغنية آخر العشق. نسمعها. طبعا اتغنت بأصوات ولكن نسمعها بصوت عادل التجاني ونشوف مصارينا. جميل يا ريت. جاهزة بركات. نحن نزل سؤال نشوف هي الأغنية زي ما أنت ذكرتها يا أستاذ تغنوا بها فنانين يعني اتغنى بها الفنان الكبير عبد العزيز المبارك. صحيح. غناها الفنان الكبير وزميلي الحبيب الهادي الجبل. صحيح. غناها أيضا صديقي والفنان الجميل الرشيد كسلة. صحيح. وكثير من الناس حاولوا يغنوها. الحقيقة ما هتخليك أنت في تحدي على اللجال يعني ولا أنت حاولت بس تدخل عشان تقدم فيها منظومة حقتك أنت؟ كل فنان عنده بصمته يعني. صحيح. وأنا مؤكد يعني إنه الناس زي ما قصروا فيها، ولكن أنا محظوظ بإنها آلت لي في النهاية يعني. الله يهديك العافية. طيب هي جاهزة الأغنية؟ نعم لحد ما تجهز الأغنية. عادل تعاملت مع عدد من الشعراء المميزين واللي هم يعني قيمتنا الفنية والشعرية والإبداعية في السودان، لكن الغربة أيضا زي ما ذكرت أنت مواقع التواصل الاجتماعي يمكن سهلت الكثير. ممكن أنت تلاقي شاعر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو نص عرض عبر واحدة من منصات مواقع التواصل ويلفت نظرك وتحاول تتواصل مع الشاعر وبعد ذلك يكون في تعاون أو تواصل بيناتكم. هل في تعاونات عبر السوشيال ميديا؟ والله عبرها في تعامل كثير جدا جدا. التقيت بعدد كبير من الشعراء الشباب من خلال الواتساب في الجروبات المختلفة وتعاملت معهم. لحنت لهم وغنيت لهم. لحنت لهم يعني لحنت ألحان لفنانين غيري يعني. ولكن أيضا طبعا زي ما أنت قلت غنيت للكثير من الفنانين. صحيح. تجاني حاج موسى، بشرى سليمان، أبو قرون عبد الله، أبو قرون، أبو قطاطي، وما أقدر أحصرهم بكل صراحة. ولكن في شاعر مميز شاب اللي هو محمد عبد الله محمد بابكر من اتحاد أدباء برسولان، يعني غنيت له حوالي 4 أغنيات من بينهم أغنية أنا كان لحنتها للفنان محمد وردي. ولكن ما أمهل الزمن وتوفي، لكن غناها مرة واحدة في إذاعة قطرية وبقت حقتي هسه أنا بغنيها بس، لكن هي ليست جاهزة لهذا الموضوع. كنت حغنيها لكم بالعود إذا كان في إمكانية، ولكن المرات الجاية المرة الجاية حنغنيها بإذن الله. إن شاء الله احنا بنتواصل معك أكيد أستاذ عادل ونستمع ونستمتع بهذا الصوت الرائع، لكن عندنا فاصل إعلاني ومن بعده راجعين، خليكم معنا. بنشفك نحنا عليك، اشفق انت علينا كمان. زي ما بنشفق نحنا عليك، اشفق انت علينا كمان. ما تجرحنا ما تعذبنا، كفانا عمرنا مع الأحزان. زي ما بنشفق نحن عليك أشفق أنت علينا كمان. زي ما بنشفق نحن عليك أشفق أنت علينا كمان. ما تجرحنا ما تعذبنا كفانا عمرنا مع الأحزان كفانا عمرنا مع الأحزان. سبنا عشانك كل الناس وبرضو جزانا تروح سايبنا. وبرضو تفوت من غير ما تسأل عارفة الدمع وراك تغلبنا. سبنا عشانك كل الناس وبرضو جزانا تروح سايبنا. وبرضو تفوت من غير ما تسأل عارفة الدمعة وراك تغلبنا. لو حكمت ضميرك مرة مصيرك ترجع بطيبنا. لو عارفين قلبك بيظلمنا كنا زمان من أول تبنا. جرح الفريقة في قلبنا بينزف جيت الليلة تزيده جراح. ما هم الليلة طول والدر مننا أحلى صباح. جرح الفرقة في قلبنا بينزف جيت الليلة تزيد جراح. وما همك الليلة تطول والدر مننا أحلى صباح. والشمعة تريدنا قبل ما تضوي جات الفريقة شايلة رياح. والقايلين إنه بيجيب عمرنا جاب لعيوننا الدمع وراح. زي ما بنشفك نحنا عليك، اشفق انت علينا كمان. زي ما بنشفك نحنا عليك، اشفق انت علينا كمان. ما تجرحنا ما تعذبنا، كفانا عمرنا مع الأحزان، كفانا عمرنا مع الأحزان. يا سلام، الله ربنا يديك الصحة والعافية. أستاذ عادل، أنا أسأل سؤال. يعني دايما في الدوحة ما شاء الله زي ما انت ذكرت في عدد من الموسيقيين والفنانين والشعراء والأدباء. واحدة من المهرجانات اللي كانت قايمة الآن في الدوحة اللي هو المنتخب، والناس قدموا إسهامات غنائية وشعرية، عملوا شغل كبير جدا. داير أشوف مثل هذه المناسبات الكبيرة وجودكم في الدوحة بيكون كيف؟ عادة الناس بتشارك، يعني كل في مجاله حسب اختصاصه وقدراته. أنا للأسف الشديد ما كنت حاضر وجود المنتخب السوداني هناك، لي أنا هسه أكثر من شهر هنا في السودان يعني. ولكن حسب ما أنا بفهم إنه الناس هناك مترابطة جدا جدا، وفي مجلس بتاع جالية جديد ممتاز شغال شغل رائع جدا جدا. وكمان في المدارس السودانية هناك بتقدم منتوج جيد جدا جدا من الأعمال. رابطة المرأة السودانية، لاحظ، رابطة المرأة السودانية في الدوحة صاحبة القدح المعلى في كل شيء بكل صراحة يعني، وبيشاركوا. ونحن وقت نكون هناك بنشارك كل حسب يعني قدراته. يعني الفرقة السودانية موجودة، المركز الثقافي السوداني موجود، الفنانين موجودين، فرقة جاهزة لأي مشاركات. وبالتالي يعني بتجد إنه في السودان هناك يعني مقدم نموذج جميل جدا جدا من الأعمال يعني. يا سلام، جميل. أستاذ عادل، 25 سنة من الغربة خارج الوطن الحبيب، ما آن الأوان للعودة إلى أحضان الوطن من جديد ونستمتع بهذا الإبداع الفني والصوت الجميل؟ ما عايز أستعجل في الإجابة، ولكن النية في يعني إنه في مصيرنا نرجع لوطننا ونرجع لأهلنا ونعيش باقي حياتنا بين السودانيين أخواننا وأحبابنا، ونقدر نعمل يعني شغل كويس ونرجع باذن الله، لكن النيه فيها يعني حقيقه والله. ان شاء الله. شكرا جزيلا للاستاذ الفنان الكبير عادل التجاني وجودك معنا اليوم في أمسية مساء جديد. ومن هنا بنحيي كل احبابنا واصدقائنا في الدوحه، ونقول لهم ان شاء الله قريبا يعني نتواجد معاكم في كمسيات مختلفه جدا. كلمه اخيره للساده المشاهدين وتختم باغنيه. طيب، انا حقيقه يعني بقول لهم مشتاقين، بقول لهم انا بحييكم جميعا، وبقول لهم بالله اعذروني اذا ما مشيت للناس كلهم لاي ظروف. من انتوا عارفين يعني قلبي يعني بيكون مضغوط ضغط شديد جدا جدا. انا بعتذر لاي انسان ما قدرت اعصبه، واتمنى انه يعني التقيكم يعني واشوفكم دائما احبابي واخواني. هختم لكم باغنيه اسمها كنا ثلاثه، وهي من كلمات الشاعر الكبير خالد شبقوري، من الحاني وادائي، وإن شاء الله تعجبكم وتطيب خاطركم إن شاء الله. كنا ثلاثة. كنا ثلاثة أنا والشوق وبني حلاته. كنا ثلاثة لون السك كم فرحة أخضر والإحساس فارشنو سماده. أيام عايشين ضحكاته بينا وبين ألهم كونين، والأيام عايشين ضحكاته. وكنت براي بل كنا ثلاثة أنا والشوق وقصيدة حلاوة. كنت براي بل كنا ثلاثة أنا والشوق وبنية حلاوة. لون السكة مفرهد أخضر والإحساس فارشنه سبادة. الأزهار زادت نفحاتها، الأطيار أهدتني غناها، والأزهار زادت نفحاتها. الأشعار التحكي ريادة أبيت أجيب في صفحات. الأشعار التحكي ريادة أبيت أجيب في صفحاتها. ومن الفرحة ما سايعاني، من الفرحة ما سايعاني، ضاقت بها جميع ساحاتها. كنا ثلاثة يجينا مواكب، كنا ثلاثة غير فراش وبنيوة حلاته، غير فراش وقصيدة حلاته، غير فراش وبنية حلاته، غير فراش وقصيدة حلاته.